وحده الحاج عبد الله من يتجول في أزقة المدينة، يبحث بين ركام المنازل عن أمل العودة إلى حيث عاش، وهو شعور أبناء المدينة قاطبة. مدينة الغيل بمحافظة الجوف خاوية إلا من أصوات الرياح الجافة، منازل دمرت وممتلكات انتهت، فيما المواطنون غادروها على إثر حرب همجية شنتها عصابة الحوثي صالح الإنقلابية على حياتهم. خرجنا من إذل، لا معنا سلاح قاتل به ولا مسلم ولا قد جرحت على أي مخلوق طلقه منا، إحنا مواطنين صالحين، إحنا نجحنا السلامات، ونسوي الله يا ديام يا عواش يا مسلم، وحد نجح علوة. حجم الدمار الذي خلفته ميليشيا الانقلاب في الغيل قد يطول أثره، فمن المستحيل أن يعود أبناء المدينة قبل أن يتم ترميمها وإنقاذ أبنائها من الشتات. وفيما ينتظر مواطنو الغيل إعادة إعمار مدينتهم، يعمل أفراد الجيش الوطني على حماية ما تبقى من ملامح المدينة. نحن هنا قمنا بتأمين في تحرير الغيل من الحوثيين، وتم دحر الحويثة قبل 8 أشهر، والآن نحن مستمرين في تأمين مديرية الغيل، وبعض السكان لن يوجدوا هنا من كثرة تدمير الحويثة منازلهم ولم يعودوا إلى بيوتهم. كل شيء هنا صار في خبر كان. بالنسبة ل15 ألف مواطن تقريبا هم إجمالي عدد سكان مدينة الغيل، وهذه إحدى قصص التهجير الذي تتبعه ميليشيا الانقلاب حيثما وطأت أقدامها الغارقة في مساحات الدم. طارق السعيد، قناة عدن، الجوف.